بسم الله، توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني. النهاردة شهرزاد جاية ومعاها حكاية جديدة هتكون فيها عبرة وإفادة لكل واحد حزين زعلان. حكايتنا النهاردة اخترتها مخصوص علشان إخواتي وحبايبي، لازم كلنا نعرف ان كل واحدة فينا عندها حاجة ما حصلتش، وده حكمة وكرم ونعمة وفضل من عند الله، ولازم نحمد ربنا عليه. حكايتنا النهاردة بتحكي عن فتاة مرت بظروف ممكن يكون بعضنا مر بيها بس ما حمدش ربنا عليها. صاحبتنا النهاردة حمدت ربنا وصبرت صبر ملوش نهاية، وفي الآخر ربنا أعطاها من خيره. صاحبتنا الفتاة والدها ووالدتها اتوفوا وكانت وحيدة، ملهاش أهل ولا ليها قرايب ولا أحباب، عايشة في بيت لوحدها ولا حد بيسأل عليها ولا حد بيشوفها حزينة ولا فرحانة ولا محتاجة حاجة. الفتاة ديت كان نفسها تعيش زي أي بنت، مبسوطة سعيدة، ربنا يرزقها بالزوج الصالح والذرية الصالحة، لكن كانت مهمومة وحزينة علشان محدش حاسس بيها. لحد ما في يوم من الأيام ربنا كرمها بشاب عجبته جدا وحبها قوي، وهي كمان حبته جدا، وقرر ان هو يتقدم لها، واتفق معاها ان هو هيجيب امه ويروحوا لها البيت. وقد كان الشاب راح لامه: انا عجباني فتاه اخلاقها فوق الممتاز وجميله وهاديه وعايز ارتبط بيها. امه قالت له: تمام يا ابني. خد امه وراحوا للفتاه. امه قعدت معاها علشان تتكلم وتشوف اخلاقها وتشوف طباعها، وفي وسط الكلام سالتها: يا بنتي انتي تبلغي من العمر كام؟ قالت لها: يا امي انا ابلغ من العمر 36 عام. من هنا اتخضت الام، قالت لها: 36؟ ازاي؟ ايه اللي اخرك في الزواج لحد دلوقتي؟ انتي كبرتي جدا، ده انا ابني لسه في 25 من عمره. طب ده حتى لو ربنا كرم وتجوزته وحصل خلفة، ده لو حصل أساسا إنك تخلفي في السن دوت، هتعملوا إيه؟ هتربوه إزاي؟ أنت هتكوني كبرتي وأنا متهيأليش إن يحصل حمل من الأساس. وطبعا الابن سمع كلام أمه وساب حبيبته وساب الفتاة وتركها حزينة مهمومة، وطبعا حزنت جدا وزعلت وتأثرت من كلام الأم اللي قالت لها في وشها ان انتي كبرتي ومش هتخلفي وكل دوت. لكن ربنا كبير، لما لقت نفسها حزينة مهمومة فكرت انها تغير جو وتروح لأحسن مكان وهو بيت الله الحرام. قالت: اطلع اعمل عمرة واغسل همومي واغسل احزاني وادعي ربنا لعله خير يجعلني كده ويبعت لي الخير من عنده من اوسع ابوابه. وقد كان ذهبت الفتاه الى مكه المكرمه وراحت تادي مناسك العمره، وهي قدام الكعبه فضلت تبكي وتبكي وتدعي ربنا وتشتكي له همها وتقول كل اللي في قلبها. وفجأة لقت جنبها امرأة بتكلمها وسمعاها وهي بتشكي ربنا. قالت لها: مالك يا بنتي؟ مالك حزينة مهمومة بتعيطي؟ انت ما تعرفيش انه ولا سوف يعطيك ربك فترضى؟ ربنا قال كده،
فالبنت استغربت كده وبصت لها، قالت لها نعم بتقولي ايه؟ قالت لها ايوه يا بنتي، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ربنا عنده كتير، لازم نرضى ونحمد ربنا، وهو اللي بيقسم الارزاق، وكل ما نصبر وكل ما نحمد ربنا ربنا هيعطيكي من عنده. ارضي يا بنتي واحتسبي امرك لله واصبري. البنت سمعت كلامها كده ونفسيتها ارتاحت، وارتاحت طبعا من المناسك والجو الجميل اللي عندها، وتوكلت على الله وخلصت العمره. وهي راجعه في الطياره كان قاعد جنبها شاب، بس ما حصلش بينهم حوار، بس كانت حاسه ان هو عمال يبص لها. المهم ان الطياره وصلت القاهره، وهي نازله في المطار قابلت واحده صاحبتها كانت بقالها سنين وسنين ما شافتهاش. لما شافتها فرحت بيها جدا واخدتها بالاحضان، وصاحبتها قالت لها انت وحشاني وفينك وفين ايامك. وهي سالت صاحبتها انت جايه تعملي ايه في المطار؟ قالت لها انا جايه انا وزوجي علشان مستنيين واحد قريبنا جاي من العمره جايين نستقبله. وهي بتكلمها جه الشاب اللي كان قاعد جنبها، وطلع هو القريب اللي مستنيينه في المطار. قالت لها ايه ده، سبحان الله، ده كان قاعد جنبي بس ما حصلش يعني حوار ما بيننا. وسلموا على بعض وخدوا ارقام بعض، وقالت لها نبقى نتكلم ونتواصل باذن الله. وروحت البنت لبيتها، وبعد يوم بالظبط لقت التليفون بيرن عليها. مين؟ صاحبتها بتقول لها انا عندي ليكي خبر حلو قوي قوي. قالت لها خير؟ اللهم اجعله خير. قالت لها عارفه الشاب قريبنا اللي كنا مستنيينه في المطار؟ قالت لها ايوه، ماله؟ قالت لها ده طلع انه معجب بيكي جدا، وتقريبا كده حبك من اول نظره، وعايز يقعد معاكي علشان يتقدم لك وربنا يجعله نصيبك. البنت طبعا فرحت جدا، وكانت حاسه ان ربنا بعت لها خير كبير، فتمام وافقت وراحت فعلا عند صاحبتها وعملوا مقابله، وربنا تمم ويسر، وفعلا اتجوزوا البنت والشاب وقعدوا في بيتهم وكانوا سعداء. وكان فعلا شاب زوج صالح يعرف ربنا وحافظ عليها وكان بيحبها جدا، وهي كمان حبته جدا جدا. بعد مرور الوقت مفيش اي علامات حصلت او بوادر للحمل، وطبعا الفتاة ما نسيتش خالص كلام الست ام العريس الاولاني، وهي طبعا دلوقتي كانت عدت سن 40، وكانت الست بتقول لها 36 وانت كبيرة مش هتخلفي، ما بالكوا بقى دلوقتي وهي بعد 40. فكانت حزينة جدا، وكانت كل ما تكلم زوجها وتقول له أنا نفسي أبقى أم وأكيد مش هقدر ومش هينفع، يقول لها ارمي حمولك على الله وسيبيها، أنا مش عايز إلا أنت واللي ربنا كتبهن أنا راضي بيه. وسبحان الله في يوم من الأيام قالت لأ، أنا عدى كده فترة كبيرة كام سنة ومفيش أمل، أنا لازم أروح أكشف كويس عند دكتورة وأشوف إيه الحكاية. راحت للدكتورة وكشفت وقالت لها أنا نفسي أبقى أم ومش عارفة أعمل إيه. الدكتورة كشفت عليها، وبعد ما خلصت الكشف قالت لها يا بنتي أنت ملكيش حل عندي ولا ليك علاج. قالت لها إزاي يعني مفيش أمل خالص؟ قالت لها يا حبيبة قلبي انتي حامل، بسم الله ما شاء الله حامل. وكانت المفاجأة الجميلة اللي الدكتورة قالتها للبنت انها حامل من غير ما تعرف، وسبحان الله طبعا طارت من الفرح ان ربنا كرمها في السن دوت وبعد الصبر دوت وبعد حمدها ربنا طول الوقت ده، واتصلت بزوجها وفرحته وكانت طايرة من الفرح والسعادة ان اخيرا انها تبقى حامل. وكانت بتمر شهور الحمل معاها على خير، وكل مرة الدكتورة بتسألها ها مش عايزة تعرفي نوع الجنين ايه، ولد ولا بنت؟ ترد البنت تقول لها لا انا مش عايزة اعرف ولد ولا بنت، انا حمد ربنا وشكر فضله كده تمام قوي، الحمد لله يا رب، ربنا كرمني بالزوج الصالح واخيرا ربنا رضاني بالحمل بعد ما كنت مقطوعة ومليش اهل ولا احباب.
كانت الدكتورة تقول لها خلاص زي ما تحبي، لحد ما جه اليوم الموعود يوم الولادة. ودخلت أوضة العمليات، وبعد مرور وقت كده من الساعات فاقت البنت من البنج. بصت كده ولقيت الدكتورة واقفة قدامها ومش لاقية مولودها. قالت لها فين؟ هو ابني ولا بنتي حصل لهم حاجة؟ طمنيني أنا عايزة أشوف. قالت لها قوليلي بقى، تحبي تسمي الحسن والحسين وفاطمة؟ البنت اتفاجئت، وكانت أحلى مفاجأة في الدنيا. ربنا رزقها بتلات توائم مرة واحدة، ربنا رضاها بعد ما صبرت صبر السنين ده كله بتلات توائم في مرة واحدة، علشان ما تحسش بتعب الحمل كل مرة تتعب فيها وتولد وتحمل. ربنا رضاها مرة واحدة، وكانت فرحانة جدا وطايرة من الفرح، وحمدت ربنا وشكرت فضله إن ربنا رزقها بتلات توائم. وفعلا سمتهم الحسن والحسين وفاطمة. وفي اللحظة دي افتكرت كلام الست اللي قابلتها عند الكعبة وقالت لها ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يعني يا حبايب قلبي، كل واحد مننا ربنا بيديله حاجة، والتاني ما بتبقاش عنده الحاجة دي، ممكن تتأخر شوية أو ممكن ما ياخدهاش أصلا. لازم نحمد ربنا ونصبر. انت يا أختي يلي لسه ما اتجوزتيش ومش عارفة ومش لاقية زوج صالح، ما يمكن الزوج اللي انت ما اتجوزتهوش ده كان يبقى زوج عاق ويطلع عينك ويتعب قلبك وتقولي وتندمي يا ريتني ما اتجوزت. وانت يا أختي يلي ما عندكيش أولاد وربنا ما رزقكيش بالذرية، ما يمكن ربنا كان رزقك بالذرية بالولد أو البنت اللي طلعوا عاق ويطلعوا عينك ويتعبوكي وتقول يا ريتني ما خلفت، يا ريتني ما خلفتكو ولا شفتكو. لازم يا حبايب قلبي نحمد ربنا، نحمد ربنا على عطاياه، ونصبر ونحتسب ونتوكل على الله، ونقول يا رب يا رب الحمد لله. وفي الآخر صدقوني ولا سوف يعطيك ربك فترضى. أتمنى تكون حكاية شهرزاد عجبتكو. وهنا أدركت شهرزاد الصباح. وديك لاح، أسيبكو في حفظ الله وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.